بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بصحة وعافية يا رب. هذا الفيديو عن الاقتصاد والتدبير وتقسيم المصروف مع خديجة الصحراوية. المتتبعات والمتتبعين الجدد، مرحبا بكم في قناتكم، قناة تنظيم البيت وتنظيم الوقت. الاقتصاد وتقسيم المصروف هي أيضا قناة تدبير ميزانية البيت مهما كانت صغيرة ومحدودة، وللتعلم كيف نتحكم في رغباتنا الشرائية، وفيها روتينات والطبخ ونصائح لكل الأسرة. مهما كان عمرك صغير أو كبير، دائما ممكن تغيره للأحسن، وكل واحد منكم يوصل للهدف اللي رسمه ويحقق أحلامه. إذا عجبتكم القناة ما تنسوا تعملوا اشتراك والضغط على الزر الأحمر، وتعملوا إعجاب جيم لايك، وتشاركوا القناة مع كل شخص عزيز وغالي عليكم حتى تعم الفائدة وتاخذوا حتى أنتم أجر، ومن الله التوفيق. حبيبتي الغالية، هنا غنجاوبو سميرة سام. هنايا قالت لنا خالتي خديجة كنشكرك بزاف والكلام زوين هذا في حق القناة وفي حقي، وقالت لي راجلي كيجيب المصروف ديالو يومي 4000 و5000 في النهار، يعني مرات 4000 مرة 5000 ريال، اللي هي مرة 200 درهم حتى 250 درهم للنهار، وكل نهار ورزقه. يعني الا ما خدمش ربما ما كاينش الدخل اليومي، فهمتوا؟ ما كيكون الدخل اليومي الا ما خدمناش، راه ما كاين والو. هنا قالت عندها جوج وليدات، وهي وزوج ديالها، يعني اربعه الاشخاص. وبغات نعاونها بحالاش. شوفوا الدخل اليومي، انا كنت حطيت لكم فيديو عليه. الدخل اليومي والدخل الاسبوعي كنحاولوا نرجعوه دخل شهري. بحالاش كديري؟ كتبقاي تصرفي القليل واحد شويه، وكديري داكشي ديال حد وقدو، او تمشي باقل اقل اقل، يعني بحال تقشو، بحال ما عندكش كديري بحال ما تعمري البوطه، تخلصي الضو، تخلصي الماء ديال الشهر كامل، تخلصي المهم مصاريف ثابته. انا ما هنا الا كنتي من هاد 5000 و4000 كتحطي منها الكرا، يعني راه غتحيدي الا كنتي كاريه. المهم المصاريف الثابته حيديها عليك، جيبي البوطه، جيبي الدقيق، جيبي الخميره، جيبي الزيت، جيبي اتاي، جيبي السكر، هادو الاساسيات. جيبي بطاطا والبصله والدجاجه، وتقشفي عليهم، غادي تقشفي على هاد الاشياء، وزيت الزيتون، هاد الاشياء غادي تقشفي عليها. علاش؟ باش تجمعي هادوك المبالغ اللي كيعطيك يوميا. نقولوا الا حطيتي 100 درهم في واحد النهار في واحد الظرف، باش ديري منها للمصاريف المصاريف الثابته للشهر الجاي. ياك نقولوا مثلا حنا شهر 5 او غادي نبداو من شهر 6، الشهر هاد شهر 5 غادي تشري الزيت، غادي تشري كاع داكشي الاساسيات الخاصين، ياك. وغادي تبداي تحطي، تفرقي هذيك 200 درهم كيعطيك النهار، كتحيدي منها 100 درهم، غادي تحطيها على جنب. مثلا هذيك 100 درهم النهار غتعطيك 3000 درهم للشهر. غادي ديري منها الا كان الكرات، حيدي منها المصاريف الثابته كامله، الا كان وليدات عندهم شي دعم، عندهم شي روض، اي مصاريف ثابته اللي شاط عليها غادي تحطيه، غادي ترديه مصاريف خاصه كان شايط عليها بزاف، لان راه هنا 3000 درهم قلنا كان شايط لك بزاف منها. غادي ديري منها الظرف ديال الصحه، ديري منها الاضرفه السنويه. راكم كلكم تبعي القناه وعارفين الاضرفه السنويه شنو هي. 500 درهم كنفرقوها، كنديروا 100 درهم للصحه، 100 درهم للملابس، 100 درهم للعيد الكبير، 100 درهم لرمضان، و 100 درهم سواء كان عندنا الا كان عنده الموتور كيبغي لاسورونس ديالو. المهم كانت السياره غندير لها اكثر. هاد الناس ما قالت هنا عندهم سياره، يعني ما نظنش. هذيك 100 درهم اللي غادي تعزلي، حاولي كيما قلت ديري منها مصاريف. هاد المصاريف اللي هضرنا عليها ما نعاودهاش، غتبقى لك 100 درهم. هذيك 100 درهم غادي تجمعيها، جمعيها جمعيها حتى لبدايه شهر 6 مثلا، وغادي تفرقيها على الاضرفه. غادي ديري منها الظرف ديال الهري، غادي ديري منها الظرف ديال الخضره والفواكه، غادي ديري منها الظرف ديال الغاز والبيض، غادي ديري من لا الغاز بوحدو، جوج بوطات كبار، غادي ديري منها الظرف ديال ديال الحليب اللي كان وليدات وليكوش وهذا، وغادي ديري منها الطواري، وغادي ديري منها الحوت، وغادي ديري منها البيض والعطريه. اشنو راه قلنا هادشي؟ المهم انتم اربعه الناس، جوج كبار وجوج صغار، يعني كيتحسبوا بثلاثة د الناس. غادي ديري تقريبا شي من 450 حتى ل 600 درهم ديال الهري. واخا عندك الدقيق شريتيه قبل وباقي عندك الزيت وهذا، نسيهم نسيهم عليه، غادي تبداي شهر من جديد. هكا ملي كتصرفي شنو انتي داخرتي قبل، كتولي هذاك الشيء اللي كيجيب لك الزوج ديالك ما غاديش تقيسيه، غادي تحطيه حتى كتجي الوقت ديالو، وفي بدايه الشهر بحال تخلصتي للشهر وغيتفرقي. وكنت عطيت فيديو موضح ووضحته بالخشيبات، راه كاين في البلاي ليست او في قائمه الفيديوهات،
ديال الخشيبات، غادي نحط لكم في المنتدى نهار نحط هذا الفيديو ان شاء الله الا ما نسيت. بزاف الخطا كنقول لكم نحط لكم فيديو كنساه. المهم هذه هي الطريقه اللي كنديروا. اما الا مشينا تابعين المصروف اليومي، شفتوا اي حاجه شديتيها وبقيتي كتصرفي منها راه ما كيبقى لك منها والو، ما كتبانش، لانك غادي تخرجي 200 درهم 200 درهم، دابا راه بحال خرجتي 20 درهم. ولكن ملي تخبعيها وتجمعي وتجمعي وتخرجي تقداي من الهري، وقبل ما تخرجوا الهري كما هضرت لكم في الفيديوهات كاملين، كتصاوبي لا ليست ديالك ديال الاساسيات اللي خاصينك للدار. ماشي كنهزوا الفلوس وكنمشوا للهري او كنمشوا للمكازا او كنمشوا لاي محل تجاري كنتقداو منه هكا، يعني هز الفلوس وماشي ونشوف عجبتني هذه الحاجه غنهزها، ما عجبتنيش هذه ما نهزهاش. لا، كنصاوبوا لائحه في الدار، هذيك اللائحه كيكونوا فيها الاساسيات، كنهزوا الفلوس ديال هذوك الاساسيات ونبقاو غاديين على هذا السيستم. هذه هذوك الاساسيات فاش كنجيبهم كنكونوا صاوبنا جدول ديال الطاعه اللي غادي نمشوا عليه. من كل شيء نجيبوا الاساسيات، وديك الساعه فاش كيكون عندنا الفايض ديال الفلوس عاد نمشوا للكماليات. الكماليات راكم كلكم عارفينهم، عاد كنمشوا لهم، لانه الا ما كانوا الاساسيات كاملات راه ما راه الكماليات ما عندهمش معنى. فهمتي؟ غادي تجيبي غادي تمشي تغدي في واحد الريستوران وانتي غادي واحد شويه تقولي انا ما عنديش، وغادي تمشي تسلفي، يعني شنو هي ما يعني ما عند ما درتي خطا بحال شي واحد رمى راسو من الجبل. هذا حبيباتي الغاليات، دخلي رجعي لهذاك الفيديو اللي كنت حطيته تقريبا شي 3 سنوات دابا او 4 سنوات ديال الخشيبات، 4 سنوات يمكن، ديال سميتهم سماهم البنات الخشيبات، وسميت انا هذيك بلاي ليست ديال الخشيبات، لاني كنت كنشرح لكم بحالاش تقداو وبحالاش ترجعي المصروف اليومي والمصروف الاسبوعي مصروف شهري، وانت الزوج ديالك او انت بنفسك كتخلصي سواء بالاسبوع او باليوم، ولكن كترجعيه شهري، لانه المصروف اليومي راه كيمشي كيمشي الا كنت بقيتي تابعتيه، ما غايجيب لك حتى شي حاجه وما عمرك غديري منه شي حاجه، ولكن المراه الشاطره هي اللي ترجعو شهري. هذه هي النصيحه لسميره صا. حبيباتي الغاليات، هنا غادي نجاوبو هذا نتمنى ان شاء الله تكون في الاستماع باش تسمع. قالت لي خالتي خديجه انا صراحه ما قريتش، ما مشي يعني ما قراتش في المدرسه، ولكن قرات في محاربه الاميه، وقالت لي عافاك ذكري سميتي في القناه، سميتها هدى، قالت لي احبك في الله وانا احبها في الله، والله ان شاء الله يلاقينا في الجنه يا رب العالمين، والله يجعلني دائما عند حسن ظنكم. وكنشكركم كاملات كاملات متتبعاتي الكرام الوفيات المخلصات، وكنشكر بنتي هدى حتى هي، ونتمنى ان شاء الله تكون في الاستماع. حبيباتي الغاليات، هنا غادي نجاوبوا فاطمه فاتي، قالت لنا مساء الخير خالتي خديجه، الله يرحمك الوالدين، ما تقولي ليش شنو غادي ندير مع ولدي في عمره 11 سنه وما كيبغيش ياكل الماكله ديال الدار، كيبغي داكشي ديال الزنقه، عييت معاه حتى مرضني في خاطري وصحتي. حبيباتي الغاليات، كنا هضرنا على هادو، كاينين جوج او ثلاثه ديال الفيديوهات في القناه على التربيه ديال الوليدات من الصغر بحالاش نعلمهم. شوفوا راه اي انسان من ما حدو صغير راه كتوجهيه كنوجهوه سواء في الدين، امور الدينيه، في الاخلاق، في كل شيء، الا موجهنا راه غادي يكبر يعني ما عندوش ما كاينش لا ديسيبلين، ما عرفتش سميتها بالعربيه، لا ديسيبلين هي الالتزام يمكن، ولا ما عرفتش المهم ماشي الالتزام، الديسيبلين ولا ما عرفت سميتها. المهم سمحوا لي ترجموها البنات، راكم عارفين من خطرات كيمشوا لي بعض الكلمات. شوفوا الوليدات خاصكم تعرفوا، لان ملي كيكون الدري باقي يلاه تزاد يلاه تزاد راه كيكون ذكي، الا هزيتيه كيسكت، حطيتيه كيبكي، بقيتي هزتيه كل ما بقى هزيتيه كيبقى يزيد، يعني كل مره غير تحطيه غادي يبكي. ولكن ملي كتحطيه وكيبكي وما كتهزيه يوم يومين نهار الثالث كيسكت، ما باقيش كي علمتي ولدك دخليه للفراش مع 8 د الليل، النهار الاول ما غاديش يبغي ينعس، النهار الثاني ما غاديش يبغي ينعس، النهار الثالث غادي ينعس، ونهار الرابع غتحطيه غادي ينعس، النهار الخامس غتحطيه غادي ينعس، لانك عند الدري يومين نهار الثالث الا مشيتي على نفس الريتم مشيتي على نفس الاسلوب، انت ما تراجعتيش قلتي لا لا، ولكن الدري ذكي كي يقيس بحال كيدير واحد بحال عرفوا داك الميزان ديال الحراره بحال هكا كيدير، وهو باقي رضيع يعني باقي يلاه تزاد كيقيس كيشوف واش شوفوا دابا الدراري ملي كيمشي معاك للسوق، دوك الدراري صغار عندهم 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين، وكاين اكبر كيديروا هاد الحركات هادي،
كيقول لك مثلا بغيت واحد اللعبه، انت ما عندكش باش تشري له هذيك اللعبه او شريتيها له، المهم انت ما بغيتيش تشريها، كيتجبد لك وكيطيح وكيبقى يغوت وكيبقى يعني يدير حركات باش انت تسيدي، باش انت تلبي له الرغبات ديالو او تطوعيه تمشي له في داك الشيء اللي بغا. ملي يديرها لك المره الاولى وتمشي انت تشدي له هذيك الحاجه، تكوني على يقين على انك المره الجايه والثالثه والرابعه وغادي يولي يديرها لك، واخا ما بغاش ما بغاش هذيك الحاجه ولكن غيديرها لك، لانه صافي تعود على انك انت كتمشي كتلبي له داك الشيء اللي بغا. هنا يا حبيباتي الغاليات، هاد الوليدات هادو ماشي غير اللي بغاو نديرو حتى الماكله ديال الدار، داكشي نطيبو في الدار نفرضو عليهم من الصغر ياكلوه، الا اذا كانت الحاجه كضرو ما كتجيش معاه. كاينين الوليدات وحنا نيت كبار كاين اشياء ما ناكلوهاش، كاين اللي ما كياكلش السباغيتي نهائيا، كاين اللي ما كياكلش الروز نهائيا، كاين اللي ما كيبغيش اللفت نهائيا، يعني حياته ما كيبغيش هو اللفت، فهمتوا؟ ولكن كاين بعض الاشياء اللي هما كياكلوها، ولكن ملي كيشوفوك انت كيقول لك لا، كتمشي ديري لهم قيله، كتمشي تشري له ساندويتش، كتعطيه السقاطه، كديري صافي، داك الدري كيتعود على ديك الحاجه وكيبقى يديرها لك. وانت هنا انت هنايا دابا تجلسي، ماشي غادي تجي وتقطعي هذا الشيء، ماشي غادي تجي وتقولي له لا انا ما غاديش، يا اما غتقول لا، غتجلسي معاه تقولي صافي مشى داك الزمان داك العهد، اجي نقول لك ها كان وها كان، ورانا في ازمه، وراه هذا وراه الوقت وراه هذا، وشرحي له شنو، والماكله اللي غتجي في الدار هي اللي غادي تاكل، وانت غادي تصبر اقرا وخدم وهذا، والنهار اللي تكون عندك واحد السالير ديالك او شي حاجه، او جمع دوك الفلوس كنعطوك وبقى شري بهم انت هذا. وهو ملي يولي يجمع راه ما غيشريش بهم، راه غيولي يجمعهم، لانه الا تعود وعرف يجمع وعرف حق الفلوس وعرف فين كيجوا الفلوس. المشكله ديالنا حنا ما كنعلموش وليداتنا فين كيجوا الفلوس وشنو التعب اللي كنديروا باش نجيبوا الفلوس. داك الشيء علاش ملي كيشدوا ولادنا الفلوس كياكلوهم باردين ساهلين، ما عارفينش الحق ديالهم، ما عارفينش على ان خدمنا عليهم وعطينا من جهدنا من صحتنا من الوقت ديالنا من بزاف ديال الحاجات، وعرقنا فيهم وكل شيء باش كسبنا هذوك الفلوس. ودائما الفلوس كتجيب السهل كتمشي بالسهل. لهذا حبيباتي الغاليات، هنا هاد الدري هذا هو ملي ما كيبغيش الماكله ديال الدار وكيبغي الماكله ديال الزنقه، ما غاديش يوقف لك عند الماكله ديال الزنقه، راه غدا غيقول لك انا ما بغيتش هاد الحوايج، انا بغيت هادو، انا ما بغيتش هذا، انا بغيت هذا، انا ما بغيتش هذا، وما عندوش حدود، ما كاينش حدود، يعني اليا با د ليميت، ما كاينش نهائيا، ما كاين حدود. لهذا غيتجلسي معاه لانه عنده 11 سنه، وهاد 11 سنه كامله هو انت كما كيبغيش ياكل شي ماكله كتجيبي له الماكله اللي بغا هو. هنا ما غاديش تجي بين عشيه وضحاها وتقولي له لا هذه كاينه، لا، غيتجلسي معاه وتحاوريه على انه انسان كبير، هو راه انسان كبير 11 سنه، غيتحاوريه. دائما وليداتنا واخا صغار نجلسوا معاهم ونحاوروهم حوار الانسان ناضج، نعلميه، علموا الحوار لوليداتكم. ونعطيكم واحد المثل او واحد ليكزومبل كيبان قدامنا كاملين، كتشوفوا وليدات ماشي ربما كاينين مسلمين وكاين ماشي مسلمين من دول غربيه، كتشوفوا الدري صغير كيتكلم مع الام ديالو او مع الاب ديالو كانه راه دري صغير عنده 5 سنين 6 سنين 7 سنين. كلكم شفتوا داك الفيديو ديال ديك البنيه اللي كتبكي كتقول الاوراق الاشجار انا حزينه، لان شفتوا كاملين على ما اظن، شفتوا البنت اللي كتب لها باها الغنيه وفاش قالت له هذه، شفنا البنيه الوليد اللي يتناقش امه فاش قالت ليها انا حامله وهذا وغنجيب لك خوك وهذا، كلشي هذوك الفيديوهات منشورين. شفنا البنت التركيه الصغيره اللي قالت لها ماما سيري الشومبر ديالك حتى تبكي واجي، ومشات للشومبر ديالها دخلت، يعني فيديوهات منشوره. هذوك الوليدات علاش كتشوفوهم كيتعاملوا مع الاباء ديالهم وكيحاوروهم وكيوقفوا كيسمعوا كيناقشوا وهما صغار، يعني دري حنا كتلقاه عنده كبير عنده 15 14 ما كيعرفش يناقش، ما كيعرفش يناقش، ما كيعرفش. علاش؟ لانه من الصغر ما كنناقشوش، ما كنعطوش، ملي كيهضر ما كنسمعولوش، وملي كنبغوا نجاوبوه كنجاوبوه بعنفه وكنجاوبوه الا كان انا مطلع لي الدم شي حد رب حتى وقت الضوجات وطلعت لي الدم غادي نفشها في ولدي او في منتي او في شي واحد اللي معايا في الدار. لا، حاولوا دائما ترتبوا الامور سواء في راسكم في حياتكم، كل حاجه نخليها نعطيها الكاج ديالها او الكاز ديالها او المربع ديالها، ياك ما نخليهاش تخلط عليا حتى في باش كل واحد يعرف حقوقه واجباته
النقاش هنا. قلت علاش جيتك للنقاش بحالاش تناقشي؟ غادي تجلسي مع ولدك. اجي دابا ولدي، انا كنتي كتقول انا ما بغيتش البيض وكنشري لك، كنتي كتقول انا ما بغيتش السباغيتي وما كتاكلهاش، كنتي كتقول هذا والسباغيتي كضرك، لا بغيتها بهذا نجربوها بهذا نديروها بهذا. حاولي انت ديري الاكلات في الدار اللي كيبغوا وليداتك، يعني حاولي ديري حتى انت ساندويتشات في الدار. كاين الخبز ديال الطاكوس كيتباع، تقدري تصاوبيه في الدار، تقدري تعمري سمنات، ديري محنشات، حاولي انت ديري اشياء في الدار تكون عندك في المجمد واجده. بيتزات صغار، بيتزات بالفرماج، نوعي في البيتزات نوعي. ما بغاش ولدي ياكل مثلا، درت طاجين، هو ما كيبغيش الطاجين، نخرج له انا من الدار، من ماكله الدار، من المجمد، ونسخن له ونحط له ونعطيه. كان كياكلها الا جاع غادي ياكلها، فرض عليه ياكل، ما بغاش يخليه، غادي يجوع غادي يجي ياكلو. راه القطيطات، انا عندي قطيطات دابا، الا جبت عطيتهم واحد الماكله اليوم وغدا وبعد غدا نفس الاكل، نهار الثالث نهار الرابع ما يبغوش ياكلوه لي، خاصني نوقفوا ونعاود نبدل. لهذا حتى وليداتنا نوعوا لهم في الاكل، نديروا مره هكا، نديروا بحال الماكله ديال الزنقه ولكن هي في الدار مصاوبه، نديروا بيتزا، نديروا يعني عطى الله ما يدار شي حاجه للوليدات اللي كيبغوها. راه الوليدات عاوتاني كيشوفوا، واللي خارج بزاف على الوليدات المواقع، هاد المواقع كيدخل كيشوفنا الاشهارات ديال الهامبرغر، الاشهارات ديال البيتزا، الاشهارات ديال الفاست فود، وكادري كيبغي كيشوف داكشي كامل، كيقول لك حتى انا بغيتو، كيشوف ماما دايره مسكينه الطاجين وكامله فيها الدجاج وبطاطا ودايره فهمتو المحمصه ودايره ما هو، يلا شاف الهامبرغر، شاف حداه المناضه، شاف حداه الايس كريم، شاف حداه الفريت، عرفتوا دوك التصاور وداك الاشارات. حاولي حتى انت مره تنوعي الوليدات، ولكن فهمي ولدك على انه ما كاينش الشراء، بغى ياكل ياكل، هذا ما بغاش ياكلو يبقى بالجوع، غادي يجوع نهار جوج ثلاثه غادي يجي ياكل، غادي يرجع ياكل هذا. ولكن البنات، علاش انا كنقول لكم راه غتستافدوا من هذه الفيديوهات، البنات الاخرات من ولادكم صغار ما تسيديش، ما تمشيش، ما تلبيش الرغبات الغير ماشي في صالحك، لانك غادي يجي واحد النهار ما كاينش الحدود. راه الدراري كل ما انت بقيتي كيقول لك ما بغيتش هذه تعطيه هذه، هو غيزيد يطلب حاجه اخرى، غيطلب ويولوا يطلبوا في اللبس، سواء بنات ولاد غيطلبوا لك اللبس هذاك اللي تجيبي ما عجبهم، حتى تولي انت راه ما عندهم السوق، انت في امكانياتك. نقولها لك، اي انسان معاك في الدار، سواء الزوج، سواء الزوجه مع الزوج، سواء انت مع والديك، مع اختك، شوفي الا كان عندك شي اختك او خوك او فرد في عائلتك، كيعطيك كل ما شافك احتجتي كيعطيك. راه كل غادي تولي انت لداخل العقل الباطني ديالك كيقول صافي، كيعول على هذاك الطرف الاخر، وكيولي هو يصرف بدون حساب، لانه عنده واحد الفرد في العائله ديالو كيعطيه. ولكن اللي كننصحكم به دائما هو، وكنقول لكم في الفيديوهات كاملين، علموا ولادكم قيمة الأشياء، سواء أكل، سواء ملابس، سواء هذا. حتى الملابس ملي صغاروا على ولادي، وأنا ما غاديش صافي هذوك الملابس ما بقيتش بغيتهم، ولادي كبروا الله يجعل البركة، ما بقيتش غنزيد الدراري، نعلم ولادي، نجلس معاهم، نطويهم، نقادهم، سواء بغيت نبيعهم، سواء بغيت نعطيهم، سواء بغيت نتصدقهم، سواء المهم يشوفوا قيمة هذيك الحاجة. حتى فاش كانوا لابسينها كانت عندها قيمة، وفاش بغات نعطى تعطات بقيمة، تعطات بواحد يعني نقيه، وشوفوها كيحسوا بقيمه الحاجه. غير هذه راه واحد الجيست وحركه كتنعت لهم قيمه هذيك الحاجه اللي كان عنده، وحاولي تشاركيه هو معاك، يعطيه هذوك الملابس ديالو، يتصدق بهم، الالعاب ديالو، يجمع الحاجه اللي ما بغى، سواء نبيعها، سواء نعطيها، سواء ندير ايشانج، تبادل الاشياء مع العائله ديالي، ديروا جروبات مع العائله ديالكم اللي عندهم وليدات صغار، بعض الالعاب عند بعض العائلات ما بغاوهم، انا ولادي بغاوهم، اولاد اختي بغاوهم، الملابس نفس الشيء، تبقى تدور بين العائلات. وهذه هي اللي الغرب متفوقين علينا فيها، قبل ما كان عندهم لا واتساب ولا ميسنجر ولا حتى شي حاجه، كانوا كيديروا تدوير الاشياء بيناتهم. وراه البنات اللي كبروا في اوروبا، البنات الساكنات في اوروبا دابا، واخا ما كبروا فيها، مشاو كبارات وتزوجوا ومشاو لها، كيشوفوا هاد الحاجات باقي عند النصارى، كيديروا التدوير ما بيناتهم، ما كاينش شي حاجه كترتما، ما كاينش الملابس كترتما، يا اما كتعطى بعزها ونقيه ومقاده ومطويه وما فيها حتى شي حاجه خاصها، حتى الا كانت خاصها شي بوطون شي كيقادوها ليها، سواء العاب، سواء معان، سواء، يا اما كيبيعوها، يا اما كيتبادلوها مع العائلات. انت
عندك كوكوت ما بغيتيها. انا اختي بغيت واحد الكاشه، انا عندي كاشه ما بغيتها، نعطيك الكاشه عطيه الكوكوت، وهكذا وهكذا كدور الاشياء بين استفاده، وفي نفس الوقت كنعطوا قيمه للاشياء، لان الله سبحانه وتعالى كل هذه الاشياء اللي عطانا راهي نعم، راه كاين هو اللي كيقول النعم راه في الخبز وفي الماء وفي الماكولات، النعم راه في الورق المعدنيه، النعم راه الاوراق ديال الفلوس، النعم راه الهواء، النعم راه الشمس، النعم راه الارض اللي كنمشيو عليها، النعم راه فاش كنصبحوا عايشين الحمد لله، النعم حنا عندنا دين، النعم الملابس اللي كنلبسوا، النعم الاكل اللي كناكل، النعم السطح اللي على راسنا، السقف اللي على راسنا، الامان، بزاف الحاجات نعلم ولادنا قيمه هذه الاشياء هذو. ونتمنى وليداتكم كاملين ان شاء الله الله يرضي عليهم ويكبروا ان شاء الله في عزكم، وما يخصهم حتى شي حاجه، والله لا حوجتنا لا حشتنا ولا حشتكم لشي واحد. حيباتي الغاليات، هنا غنجي كومون زناتة قالت لنا خالتي خديجة عافاك قولي لها بحالاش كتحتفظي بحليب نيدو، انا دغيا كيخسر لي ما عرفت علاش. اولا حليب نيدو كيبقى في العلبه ديالو، كان عنده جوج غلاقات ديال البلاستيك، وعنده هذيك الداخل ديال الالومنيوم، ياك كتخلي هذيك ديال الالومنيوم ما ترميهاش، والملعقه اللي غديري فيه تكون ناشفه وخليها فيه بقى يهزي بها ورجعها، المهم هذاك اللي كتعبري به كيبقى فيه ولكن يكون دائما ناشف، ما تحركي حتى شي حاجه، تكون يدك ناشفه ويكون في مكان بارد وماشي سخون بزاف، والمكان يكون بارد سواء تحت البوطاجي شي بلاكار، ما كيكون في اشعه الشمس، وفي نفس الوقت الا بغيتي ديريه في الثلاجه من التحت كتقدري ديريه في الثلاجه من التحت. عندك نيدو بزاف ديريه في اكياس، شدي اكياس ديال زيبلوك سميتو او علب ناشفه ما فيها حتى شي ريحه ديال الدجاج وهذا، وسديريه فيهم وسديهم ودخليهم للمجمد كيبقى صالح، وقت ما بغيتي هزي من القياس ديالك ورجعي للمجمد. لا الثلاجه ما كتخسرو، المجمد ما كيخسرو، وتحت البوطاجي في مكان مسدود كيبقى صالح. حليب نيدو سواء يلاه جبتيه جديد وعليه التاريخ يلاه مصاوب، ملي تصاوبيه ضروري كدوزيه في الصفاي، علاش؟ لانه ملي كيطيب هو راسو ديك 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 ماش كيقولي لها ديك اللي كتكون فوق ديك لا لا كتمشي شي حي والله، الفراره الفراره ديال ديالو اللي كتكون فوق كتقطع، ماشي بحال ديال الحليب العادي كتشوفها شاده بحال هكا، هذيك كتقطع فيه كتشديها كدوزيه في الصفاي عاد تقدميه سواء الوليدات، لانه كاين الوليدات اللي ما كيبغوش يعني كيكونوا شويه حساسين ما كيبغوش بحال هكا كيشربوا الحليب لقاو فيه هذوك الفراره، والناس الكبار حتى فاش تقدميه للقهوه يفضل دوزيه في الصفاي، طيبي الحليب ديالك ودوزيه حتى يطيب عاد دوزيه في الصفاي، بغيتي تقدميه بارد راه ما كيديرهاش كيذوب، هذه هي الطريقه ديال حليب نيدو. وكنت حطيت لكم فيديو في القناه قديم شي 3 سنين دابا يمكن، فيه بحالاش العبار ديال نيدو، الكميه اللي كديري، راه الكميه اللي كاتبين عليه، وراه دائما قلت لكم قلت لكم الكميه اللي كيكتبوا سواء على الشامبوانات على الصابون الماكينه على اي شي حاجه، الشركات كدير لك واحد الكميه كبيره باش تستهلك انت هذيك الماده، وبحال بحال السميه ديال الشركه، يعني الا باعوا لك الحاجه في السمي مكتوب عليها السميه مثلا واحد السميه ديال واحد لا مارك، راه كتخلصي على هذيك لا مارك كتلقاي هذيك غاليه، ولكن راه كنت وضحت لكم في واحد الفيديو قلت لكم مثلا نهضروا على مثلا اسواق مرجان، سوق مرجان كيمشي كيشري نفس الشامبوان مثلا اللي كاين في بانتين مارك، بانتين ماركه ياك، هذيك الماركه ملي كتبيع لك هذاك شامبوان في العلبه ديالو مكتوب عليها بانتين راه كتبيع لك شامبوان وكتبيع لك العلبه وكتبيع لك السميه، يعني كتخلصي على ثلاثه د الحوايج، الماده اللي هي شامبوان، البلاستيك اللي كاين فيه، العلبه اللي كاين فيها، والسميه ديالها كتخلصي عليها. المرجان مثلا كيمشي كيشري من عند مالين الطحين، طحين كيشريه بروت يعني ما هكاك ما بلا امبالاج بلا تغليف بلا والو، كيشري السكر سنيده، كيشري الزيت، كيشري الخل، كيشري كلشي، كيشريه بروت، كيشريه في اطنان منه، كيجي هو كيدير له واحد السميه ديالو بحال مرجان داير الفايز، سميت الفايز اش كيدير هو؟ هذيك السميه ديال المرجان، يعني هو ما كيخلصش عليها ديالو هو ديال المرجان، كيشدها كيديرها، وكاينه كازينو، كاينه بزاف السميات، هاد الاسامي هادو كيكونوا رخاسات، وهي راه نفس الماده كاينه سواء شامبان سواء اي حاجه، لهذا حتى
لهذا حبيباتي كما كنشروا السميه ديال الحاجه وكنخلصوا عليها واحد الثمن وحنايا في غناء عنه، نقدروا نشروه بسميه ارخص او نشروه هذوك اللي ما كيكونش عليهم يعني ما عليهمش بزاف الاشهارات، ما مخلصين عليهم اشهارات، ما ولا كنشروا الماده عادي في امبالاج عادي او ديال العبار. شوفي غير كسكسو ملي كتشريه ديال العبار كيكون ارخص من هذاك اللي مبالي في البلاستيك. لهذا حتى القياس ديال الحاجه نيدو ملي كيقول لك ديري كذا لكذا راه ماشي صحيح، راه غيجيك ثقيل وكيدير كونستيباسيون، كيدير امساك للوليدات وللناس الكبار كاملين كيدير لهم امساك. لهذا كل ما انت نقصتي من داك الكميه العبار كيعطوك في الحاجه راه احسن. حتى الماكينه الصابون سواء ديال غسيل المواعن سواء ديال الماكينه ديال غسيل الاواني او ماكينه الصابون اللي كنصبنوا بها، كل ما نقصتي الكميه ديال المسحوق سواء ليكيد سائل او بودره راه احسن لك الملابس ديالك. لان شوفوا وجربوا اذا كثرتي المسحوق الملابس كي يشهب لك الملابس ويخسر لك الماكينه، يعني نقصوا من الكميه. حتى الحليب نفس الشيء نفس الشيء، حتى الزيت نفس الشيء، كل شيء حاولي تنقصي من ديك الكميه اللي كيقولوا لك باش تجي هي تجي مع القياس ديالك، وفي نفس الوقت تحاولي على صحتك وعلى بصدامك. حبيباتي الغاليات هنا غادي نستافدوا من زينب العلاوي، قالت لينا خالتي خديجه بالنسبه لصابون الماكينه انا لقيت الحل غير صدفه، صدق واعر بزاف الحوايج كيشعلوا ما شاء الله. الوصفه كيلو صابون بلدي، نصف كيلو ماجيكس اللي كيتباع في ميكا ذهبيه فيها كيلو، انا درت غير نص ديالها، وخمسة يترو ديال الماء من الروبيني. كنخلط كل شيء كنضرب بالميكسور حتى يذوب الصابون البلدي، يعني يذوب داك الصابون. بالنسبه للماكينه كتعبري بالكاس ديال الاريال، وجربوها البنات وردوا عليا وديروا لايك باش تشوفوا خالتي خديجه. انا شفت الكومونتير ديالك حبيبتي وهاني غادي نحطو هنايا، ونتمنى حتى ان شاء الله غادي نجرب هاد الوصفه هذه وغادي نرد عليكم الاخبار. انا الصراحه هذاك ماجيك الصابون ديالو ديال البودره ما عمرني جربته، وغادي نجربو ان شاء الله ونجربو مع الصابون البلدي ونقول لك. غير هو الصابون البلدي راك انا ما عرفت هذاك ماجيكس يمكن الريحه ديالو زوينه، الصابون البلدي كيخلي واحد الريحه شويه في الملابس، يعني ضروري ما ديري الخل ياك في التشلال ديري معاهم الخل باش يحيد لك ديك الريحه ديال الصابون البلدي. شكرا على الوصفه زينب العلوي، بارك الله فيك، وان شاء الله ان شاء الله نجربو ويجربو البنات وردوا علينا الخبر. حبيباتي الغاليات نكتفوا بهاد الاجوبه هذه، ان شاء الله تستافدوا تكونوا استفدتوا كاملين واستفدنا كاملين، وان شاء الله الى الفيديو الجاي، واني بكم راني نحبكم كاملين.